خل بالنسبه للزمالك شايف جوسوالدو فيريرا يكمل، دي اهم نقطه الزمالك حافظ عليها، لانه اثبت انه من افضل مدربين نجوم مصر في راجل السنوات واخد الاخيره. دوري واخد طبعا كاس لازم يكمل بنفس يكمل. الصلاحيات. بالنسبه للنادي الاهلي شايف العكس، لازم سواريش يمشي، عشان يعني النادي الاهلي محتاج مدير فني فعلا يستحق انه يكون مدير فني النادي الاهلي. مين هقول لك اسماء، هقول لك اسماء، قول لي اسماء. رقم واحد اتمنى ريني فايلر، لو ريني فايلر رجع ده رقم هو واحد. خلاص ساب كاشيما انتلرز الياباني وبالتالي متاح. رقم اثنين كارلوس كيروش، برضه كان قريب من الكره المصريه. هتقول لي جروس اكيد. لا مش جروس، انا شايف هيكتور كوبر ممكن جدا برضه يكون مناسب للنادي الاهلي. ثلاثه اختيار مستغرب ان النادي الاهلي ما بيرحلوش. بالظبط، يعني بص نقطه عندي يعني النقطة علامات استفهام بغض ليه؟ النظر شخصيته مظبوط، قيادته، معرفته. بص يا استاذ مهيب، بالظبط بغض النظر عن اسماء، النادي الاهلي مش محتاج بقى ان هو يجرب تاني بقى زي سواريش كده ويجيب مدرب اول مره على الكره المصريه يحصل مشكله. انت لازم تجيب واحد عارف الكره المصريه. بالظبط، فعندك اثنين مدربين منتخب، كارلوس كيروش وكوبر عارفين الكره المصريه، وعندك الاثنين السابقين في الاهلي فايلر وموسيماني. لو برضه يعني لو فايلر ما قدرتش، فايلر طبعا رقم واحد لانه عمل انجازات مع الاهلي، لو ما قدرتش يبقى موسيماني. الاربعه دول انا شايف ان الاهلي محتاج واحد فيهم. تقرير يعني تجربة موسيماني ممكن تتكرر مع حد تاني فريق عربي، مدرب عربي، مدرب عربي يجي الأهلي أو الزمالك، يعني زي نبيل معلول مثلا. أعتقد صعبة يا أستاذ مهيب، يعني الوقت الحالي لا، محتاج بقى مدرب تقيل شوية، مدرب يعني اسم وخبرة وبتاع عشان يشيل القصة. يعني يا إما موسيماني يرجع لأنه عارف الدنيا، إنما غير كده بقول لك اسم من الأسماء دي. يعني خالوزيتش لسه ماشي من المغرب، هتبقى برضه بتجرب، يعني صعب. انا تجيب واحد عارف الكره المصريه احسن بكتير، الوقت برضه ما يسمحش، الوقت ضيق والموسم هيخلص. عارف كل حاجه يا راجل، خالوزيتش ده بس ما جاش في مصر، يعني هو عم تابع في المغرب بس ما جاش مصر، ما دربش في الدوري المصري. بشكرك كابتن خالد طلعت. اخر جمله بس عايز اقولها، الاحصائيات ما لهاش اي علاقه، ما بقولش ان الاهلي اتجامل خالص عشان تبقى الصوره واضحه للناس. انت كل ده ما قلتش ان لا ما بقولش يا راجل بعد كل اكمل كلامي. طيب اكمل كلام، يعني سيبوني اكمل. كمل. ما بقولش ان الاهلي اتجامل، لكن كان الاحصائيات غرضها ان الاهلي ما اتظلمش، هي دي النقطه، ان في ناس كتير واخدين اتجاه ان الاهلي اتظلم. لا انا اثبتت بالارقام ان الاهلي ما اتظلمش، كل نادي خد حقه، الاهلي خد حقه والزمالك خد حقه، وفي بعض الاخطاء البسيطه ودي ورده في كره القدم، لكن ما غيرتش البطوله، والنادي الاهلي خسر بطوله الدوري بسبب مشاكل جوه النادي الاهلي مش بسبب. خايف من الكومنتات. ايه ده؟ طيب حبيب قلبي، يعني الليله دي كلها وعايز توصل وحكام اجانب وحكام مصريين صح يا جماعه، مفيش حاجه صح. والله هو ده ولا لا، مش ان الاهلي اتجامل، لك الاهلي ما اتظلمش، الناس واخدين اتجاه الاهلي اتظلم. انا النهارده بثبت الاهلي ما اتظلمش، الاهلي خد حقه والزمالك خد حقه، في بعض الاخطاء وارده في كره القدم بسيطه ما اثرتش في اتجاه البطوله. نورتنا والله حبيبي يا استاذ، ربنا يستر علينا بقى السوشيال ميديا. ربنا معاك بقى بعد الحلقة دي.